السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على قضية إنشاء المدن في الجزائر وتطوير المدن والأحياء السكنية وقضية التوسع العمراني. للأسف الشديد لاحظنا أن نشهد يعني في الجزائر منذ الاستقلال الجزائر لم تبني أي مدينة جديدة، حتى حي جديد لم نبني حي يعني بالمقومات نتاع المدن والأحياء التي نعرفها في الدول الأخرى. يعني انشأنا عناصر نتاع المدن، عناصر المكونة للمدن، لكن هذه العناصر كلها مبعثرة في كل مكان ولا تشكل بأي حال من الأحوال أي مدينة يعني بالمفهوم العصري. ولا نلاحظ مثلا بنينا أوبرا الجزائر، منشأة نتاع الأوبرا، لكن رميناها في منطقة معزولة، لا مساحات خضراء فيها، لا أحياء عمرانية فيها، لا ساحة مقابلة إنسان يقدر يجي يتفسح ويشوف المبنى تاع الأوبرا، لا شيء، مبنى أوبرا مرمي في الغابة في الخلاء. نفس الشيء بالنسبة للزينة تاع قسنطينة، مرمي وحده في الخلاء. هذه مقومات تاع مدن عصرية. كان مفروض الأوبرا والمنشآت اللي يعني العامة توضع في محيط عمراني ومساحات مقابلة وتقابلها عمارات جميلة ويكون فيها مدينة يعني مجمع، لكن لا شيء. لم نخطط أي مدينة ولم نبني أي مدينة بأتم معنى الكلمة. حي ما كاش، حي مجرد حي عمراني، يعني فيه مطور على أساس أنه بولفار، الله فيه محلات يعني راقية وأرصفة راقية وقاعات ويعني ديرون بوان، مجمعات، ساحات، لا يوجد إهدار للمقومات نتاع الحضارة نتاع العمران في الجزائر. إهدار بنينا كل العناصر هذه تاع اللي تكون المدينة، لكن لم نجمعها في مدينة واحدة. أحياء موجودة في كل مكان، أحياء، العمارات، الوزارات، المباني العمومية مرمية في كل مكان، طرقات، مزدوجة، لكن لا يوجد مكان واحد في الجزائر وين مجمعين هذه الأمور لنكون مدينة واحدة. والله أنا أظن أن في الجزائر، هذه البلاد هذه فيها ناس مش جزائريين، ما مش يخدموا للجزائر، ما مش يخدموا راهم يهدموا، ما راهمش حابين هذه البلاد توقف على رجليها، تمد صورة إيجابية للعالم. قال هذه مدينة بنيت في الجزائر وترمز على عبقرية الشعب الجزائري. لا توجد هذه المدينة التي ترمز على عبقرية الشعب الجزائري. ليس لدينا مدن.
كلها مدن بنيت قبل الاستقلال. بنينا أحياء، أحياء سكنية كما يقولوا، كما نقولوا بالعام بالجاورية، on a construit des grosses villes, pas des grandes villes, des grosses villes. مدن عبارة عن أحياء، أحياء دي دورتوار. حتى هذه الأحياء، يعني الأحياء اللي بناها غير مهيكلة، موجودة في كل مكان، مجمعات سكنية في كل مكان، مبعثرة في كل مكان. والله يعني جريمة في حق الحضارة خلقنا مجمعات، أقطاب جامعية وجامعات، لكن مبعثرة في كل مكان، أحياء وبنينا، يعني إنشأنا أحياء وإقامات بمقاييس عالمية، إقامات راقية لكن مبعثرة في كل مكان، وليست مجمعة في مدن كبيرة أو صغيرة. أو والآن وين راه الحل؟ يعني الحل يكمن في 3 نقاط. النقطة الأولى وهي المهمة هو تفعيل العدالة، لازم اللي غلط يخلص. ثانيا، النقطة الثانية هي إعطاء مزيد من الاستقرار للولاة، ماشي كل الوالي يتبدل في كل عام عامين، يتبدل الوالي يروح من على حسب الأهواء. لازم الوالي تعطى له مدة نتاع على الأقل مدة تاع 10 سنوات في ولاية معينة، باش يقدر يتابع الأشغال قضائيا وإداريا وفي الميدان. إذن هذه النقطة الثانية. الأولى هي القضاء، لازم تطبيق القانون. ثانيا، إعطاء مزيد من الاستقرار للولاة، 10 سنوات على الأقل. النقطة الثالثة وهي مهمة كذلك، لمواكبة التطور العمراني والتسيير العمراني، لازم خلق لزانكس تاع البلديات في كل حي، لازم خلق وإعطاء مزيد من التغطية نتاع البلديات عبر الأحياء الجديدة، باش ينقيو قضية التسهيل العمراني، فيه النظافة، فيه كل ما هو تهيئة عمرانية. إذن هذو هما 3 نقاط: العدل، تطبيق القانون، وتطبيق مبدأ اللي غلط يخلص. ثانيا، إعطاء مزيد من الاستقرار والصلاحيات للولاة. وثالثا، تغطية، إعطاء الوسائل للبلديات لتغطية المساحات العمرانية الجديدة لمواكبة التوسع العمراني الجديد وتسيير الأمور التي تتعلق بالأحياء هذه من نظافة، ووسيلة من الوسائل نتاع تحقيق النظافة والمحيط هي
تفعيل العمل الجمعوي في ميدان البيئة مع وزارة البيئة. لازم في كل هذه الأحياء الجديدة يكون جمعية نتاع البيئة تتولى بالبيئة في المحيط نتاع الحي هذاك والحضاري، وتوعي الشباب وكذا للحفاظ على البيئة مع الأطراف كوزارة البيئة والبلدية كذلك. هذه هي النقاط الثلاثة اللي لازم نبازيو عليها باش نلقاو الحلول المشكل نتاع التهيئة العمرانية والتعمير في الجزائر. ولازم قضية التعمير، هذه نقطة رابعة سأضيفها، مسألة التعمير في الجزائر، التخطيط والتعمير لازم تكون هيئة قريبة من رئاسة الجمهورية، باش تكون نظرة شاملة. لازم تكون نظرة شاملة تيريتوريال، تكون نظرة شاملة لقضية التوسع العمراني والتهيئة الإقليمية والتهيئة الحضارية، ويكون فيها هيئة تابعة للرئاسة. والسلام عليكم.